لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة، والكرة بتعود مرة أخرى في وسط الملعب لمصلحة المنتخب العراقي. كرة منقولة في وسط الميدان، بحث عن زميل، لدينا تمريرة، انطلاقة الآن تأتي لمصلحة المنتخب العراقي، بحث مستمر، لدينا تمريرة إلى أقصى اليسار، الكرة نقلت، المحاولة استمرت، العرضية أتت، فرنسية، جول سجل هنا في ملعب جذع النخلة على عبد الزهرة، أول من يسجل المنتخب العراقي هنا في هذا الملعب براسية في مباراة ودية أمام الشقيق الأردني. كرة كانت ممتازة من الجهة اليسرى، أتت العرضية فارتقى على ووصل بكرة راسية خاطفة دخلت في شباك الحارس معتز ياسين وسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب العراقي. نعم هو هدف للتاريخ، نعم هو هدف للتاريخ. شاهد الكرة في التمريرة، الانطلاقة، العرضية المحكمة المميزة من حمادي. يا سلام يا حمادي يا أحمد، يا سلام يا حمادي يا أحمد، تمريرة رائعة في اليسار، بعد ذلك عرضية مليمترية وراسية خاطفة والكرة في الشباك، وهدف أول يشعل حماس الجماهير هنا في مدرجات جذع النخلة. هدف أول لمصلحة الأسود على حساب النشامة في هذا اللقاء على عبد الزهرة، وهدف أول يسجل في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب العراقي. هدف للتاريخ، نعم هو هدف للتاريخ، لأنه سيدون اسمه بهذا الهدف. نعم دون اسمه بهذا الهدف، لكن العمل كان مميز في الكرة الماضية حمادي أحمد، والعرضية اللي كانت مثالية.